استوطن دوي المعارك مجدداً بين أرجاء مدينة حلب ومحيطها بعد انقضاء هدنة الأيام الثلاثة التي أعلنتها روسيا أحادياً دون تمديد أجلها. معارك سرعان ما استغلتها القوات النظامية للتقدم على حساب فصائل المعارضة عند التخوم الجنوبية لحلب. فهنا أكدت وسائل الإعلام النظامية والمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض سيطرة هذه القوات على كتيبة الدفاع الجوي وتل الصواريخ في ريف حلب الجنوبي، بحيث أضحت عند مشارف بلدة خان تومان الاستراتيجية التي انتزعت فصائل جيش الفتح السيطرة عليها خلال هجوم مباغت في أيار مايو الماضي. بلدة تتربع على عقدة مواصلات تصل حلب بدمشق عبر الطريق الدولي، ما يجعلها خط إمداد رئيسياً بالنسبة للقوات النظامية. ولكن فصائل المعارضة لا تبدو مستعدة للاستسلام أمام زحف هذه القوات، إذ أعلنت مجموعة من الفصائل المنضوية تحت لواء الجيش الحر مثل جماعتي نور الدين الزنكي واستقم كما أمرت تشكيل مظلة ائتلافية لفصائل المعارضة تمهيداً لشن هجوم مضاد بهدف فك الحصار عن حلب انطلاقاً من ريفها. وطالبت في بيان المدنيين في مدينة حلب بالابتعاد عن المباني والمقرات الحكومية. لغة التصعيد الميداني التي تلوح في الأفق الحلبي تأتي بعد فشل مساعي القوات النظامية في إقناع المسلحين والمدنيين في شرق حلب بالخروج عبر 8 معابر حددتها لذلك. وقد استفاد ناشطو المعارضة من الهدوء الذي رافق الهدنة للتظاهر ضد ما وصفوه بمحاولات إفراغ الأحياء الشرقية من سكانها. حلب صامدين، أهل حلب يرفضوا. ويشتعل الريف الشمالي لحلب بمعارك موازية بين قوتين حليفتين للولايات المتحدة الأمريكية، إذ استهدفت قوات المعارضة المنضوية ضمن عملية درع الفرات بقيادة تركيا بقصف مكثف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشيخ عيسى غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التي تدعمها بلاده مضطرة كما قال للسيطرة على مدينة الباب بغرض إنشاء ما وصفه بالمنطقة الخالية من الإرهاب شمال سوريا، وهو ما قد يقضي على أي فرص لقيام كيان كردي متصل جغرافياً في شمال البلاد. غير أن المرصد السوري تحدث عن بدء القوات الكردية في المنطقة هجوماً مضاداً ضد الفصائل المدعومة من تركيا في محيط مدينتي مارع وأعزاز في ريف حلب الشمالي. بسم الله الرحمن الرحيم.